رمضان كريم ينعاد عليكم بالصحة والعافية. رمضان يعني صحة يعني عافية يعني دورة مجانية لتنشيط الجسم. عشان نكون هيك لازم نتبع نظام الفطور والسحور بصورة صح متوازن. الطبق الصحي نص الطبق يكون خضار وفواكه والنص الثاني بين البروتينات والكربوهيدرات. أتمنى أنكم تشربوا مي كفاية لأنه جاي رمضان بفصل الصيف. صيف يعني حر يعني نشرب مي من وقت ما يقدم الفطور لغاية وقت السحور. شاي أخضر عصائر. حاولوا ترطبوا الجسد بأكثر ما يمكن بالكريمات حتى ما نتعرض للجفاف. إضافة لأنه يكون السحور أقرب ما يمكن لوقت الأذان. ليش؟ لأنه أنت هلأ عم تشتغل وعم في عنا دراسة وفي عنا امتحانات. فنتمنى عليكم صحة وعافية في رمضان. رمضانكم كريم.